أسعد الله أوقاتكم. نشرة الظهر من الوطنية الأولى وهذه عناوينها: التونسيون يحتفون بعيد المرأة، ورئيس الدولة يعلن في موكب رسمي اقتراح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد في التنفيذ. في الأسبوع الثاني من التخفيضات الصيفية، تسجيل تراجع في الإقبال على المنتوجات المعروضة، والتزامن مع عيد الأضحى أحد الأسباب. أسهم البنوك الأوروبية الكبرى تسجل تراجعاً وسط تصاعد المخاوف بشأن أزمة الليرة التركية التي سجلت انهياراً إلى مستويات قياسية. أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري. إذن تحتفل المرأة التونسية اليوم ككل سنة بعيدها الوطني الذي اقترن في رمزيته بتاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، فكل عام ونساء تونس بألف خير. وبهذه المناسبة انتظم موكب رسمي في قصر قرطاج ألقى خلاله رئيس الجمهورية كلمة اقترح خلالها سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون تطبيق القواعد الشرعية في المسألة. خطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة الاحتفاء بالمرأة التونسية، وكما كان منتظرا خصص حيز هام منه للجدل الذي أثره تقرير المساواة والحريات الفردية الذي قدمته اللجنة الرئاسية التي شكلها رئيس الجمهورية. في هذا السياق دعا رئيس الدولة إلى فسح المجال للنقاشات بخصوص ما ورد في هذا التقرير استجابة لدعوات أطراف عدة. ومع تثمينه لما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية، دعا رئيس الدولة الباجي قايد السبسي إلى تغيير أحكام هذه المجلة والتنصيص على مسألة المساواة في الإرث بنص قانوني. أنا نقترح وأن المساواة في الإرث تصبح قانون. شنو قانون؟ شنو قدوة يعني مجلة الأحوال الشخصية اللي إلى الآن معناها مش ماشي في الاتجاه هذا، متهيئ هي لا محالة لكن مش ماشي. وهو الأمور هذه نتاع التوحيد حقه قعره في عام 56، في 13 أوت 56، لكن القيادة السياسية في ذلك الوقت ما عندهاش هذا الدستور. هذا شيء جديد، وهو احنا الدستور هو اللي يحكم فينا توا جديد، وهو السلطة العليا في القوانين. لهذا نشوف فيها تقنين مسألة المساواة في الإرث مع ترك المجال مفتوحا للمورث الذي يخير تطبيق القواعد الشرعية. إذا كان صاحب يعني الممتلكات وصاحب التركة بحياته يحب بالعكس يطبق الموضوع حسب ما جاء في الشريعة لأنه هو عنده مرجعية دينية فله ذلك. خطاب رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تضمن رداً على منتقدي التقارب مع حركة النهضة، مؤكداً أن مصلحة البلاد تتطلب ذلك، وداعياً إلى التصويت لصالح هذا المقترح عند عرضه في مجلس نواب الشعب. أن النهضة كعنصر بارز في مجلس نواب الشعب الآن، واجتماع يوم السبت 28 جويلية يعني أقام الدليل على أنها عندها دور يعني قوي في أخذ قرارات في مجلس نواب الشعب. احنا نأملوا وأن لما هالمشروع هذا يتحال على مجلس نواب الشعب وإن شاء الله يقع النظر فيه بغاية التفتح، لأنه هذا مشروع مستقبل ومستقبل تونس. رئيس الجمهورية ختم كلمته بالتأكيد على ثقته في المجتمع التونسي وبحرصه على التجميع بين فئاته على اختلافها بعيدا عن التفرقة والتشتيت. تحتفل المرأة التونسية اليوم بعيدها، وتحتفل بمكاسب حققتها على امتداد سنوات من النضال، مكاسب أتاحت للمرأة أن تنتزع مكانا لها في جميع الميادين. ومن الشمال الغربي نقدم لكم في هذا الملمح تجربة محرزية الخزري ابنة جندوبة التي امتهنت تربية النحل لتدخل مجالا ظل حكرا على الرجال، وتمكنت من بعث مشروعها الخاص رغم الصعوبات وتواضع الإمكانات.
منذ سنة تقريبا تحقق حلم منجية الخزري، أم لأربعة أطفال، ببعث مشروع لتربية النحل في ضيعة الأسرة بمنطقة حكيم من ولاية جندوبة، ممول بقرض من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقيمة 6000 دينار، بعد أن تلقت تكوينا مستمرا في الغرض بمركز التكوين المهني الفلاحي بحكيم الجنوبية دام 4 أشهر. أربع سنين من اللي بدينا من انطلقنا، حسب الدراسة البقعة هذه يعني صالحة لتربية النحل، مشينا قرينا عملنا تكوين في سنتر الفلاحي، واخذين زد ثم دعم من وزارة المرأة تقريبا 20 بيت وشوية معدات. صعوبات البداية وتواضع الإمكانيات الموضوعة على ذمة المشروع إلى جانب التقلبات المناخية الأخيرة لم تمنع منجي الخزري من التشبث بمشروعها والاهتمام به والمتابعة الدقيقة لساحة النحل خاصة ولكل مراحل الإنتاج، رغم فشل التجارب الأخرى القريبة منها بحكم غياب الدعم وقلة الترويج. عندنا شوية نحن المنطقة ذي مشهورة باليمون والش اسمه الفرخة ذلك اللي يصطاد برشا نحل وذاك يضعف. نشوف روحي أنا معناتها الحمد لله ما ماتوليش، معناتها ما ضيعتهمش حاجة تشكي فيها، ماذا بيك تبعدها وتحرقها باش ما تعملش تنقلش عدوى. السادة اللي قرونا ديما بالاستشارة واللي عندهم أقدمية ديما نستشيروهم. حسن تسيير المشروع حسب رأي السيدة منجية خزري يكمن في التعاون والشراكة الحقيقية مع بقية أفراد الأسرة وخاصة زوجها الذي يعد داعما لها بحكم تكوينه في هذا المجال. متكون في كل ما هو حاجة اسمها فلاح، خاطر من الصغر أنا مغروم بتباع بالفلاح والحمد لله ربي وفق، خاطر السنتر نتاعنا نتاع سيدي مسكين وعندنا سنتر آخر معناها نتاع اعتبار ضمن معناها كل قايل عملت فيها كل الاختصاصات والحمد لله لمدة 3 سنين وتكونت معنا خذيت فهم شهادة كل. ويبقى القطاع الفلاحي من أكثر المجالات التي كانت محط اهتمام المرأة بحكم تعلقها بأرضها وحرصها على النجاح بما توفر من خيرات الأرض رغم الصعوبات، فلولا لسع النحل ما كان طيب مذاق العسل. اقتحام المرأة التونسية لمجال الحرس البحري هو اختيار ندى الطاهر عريف بالمنطقة البحرية بالمهدية، عمل تخوضه بكل حب وحماس لتثبت نجاح المرأة في جميع المجالات. ندى شابة تونسية تعمل بميدان الحرس البحري منذ 3 سنوات، وهي الآن بصدد وضع اللمسة الأخيرة قبل الخروج في دورية أمنية، مهمة قد يراها البعض حكرا على الرجال، لكن بالنسبة إليها هو اختيار يتناسب كثيرا مع المرأة. حاجة مغرومة بها على الاخر الميدان الامني توفقت فيه بفضل رؤسائي في العمل، ما لقيتهاش حاجة صعبة بالكل. المرأة التونسية تنجم تخدم في اي ميدان، تنجم تتوافق في اي ميدان. العمل الامني لا يقصر فقط على البر بل يتجاوزه الى البحر، وبتغيير الاماكن تتغير الازياء في هذه المهمه البحريه. الدوريات الامنيه ما عندناش وقت، بالنسبه احنا في البحريه عندنا حرقه ما تعرفش وقت تجيك معلومه نتاع حرقه، لازمنا نكونوا 24 ساعه على 24 ساعه متواجدين. الاكثريه في الخدمه في الليل ديما يغلطوا به يخيبوني راجل، معناها يسلموا عليا على اساس راجل كان ما يسمعوا الصوت ولا نطلب بطاقه تعريف ولا باش يتاكدوا يعني مرا، وحاجه تفرحني اكيد برشا. اندماج هذه الشابه في العمل ونجاحها في المهمات الامنيه يساهم فيه تشجيع زملائها لها. لقيناها فعاله في جميع المجالات الميدانيه الاداريه كيف بقيت زملائها، بالعكس ساعات تعطي اضافه، احنا معناها كعنصر نسائي تفتيشي ولا حاجه تعطي الاضافه. برشا نجم نقولوا خدمه في الميدان البحري فيه برشا صعوبه وفيه نكهه، خاصه كي تلقى الزملاء نتاعك متفاهمين بما اني عنصر نسائي مراه واحده في البحريه هنا في المهديه. هي واحده من نساء تونس اللواتي امنا بان العمل لا يحدده جنس العامل بل مدى مثابره كل شخص على النجاح واداء الواجب الوطني. يوافق يوم الثلاثاء 21 من أوت الجاري 10 من شهر ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى، وقد أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في بلاغ صادر اليوم أن نهار أمس الأحد هو مفتتح شهر ذي الحجة لهذا العام 1439 هجري، وأن يوم الاثنين المقبل الموافق 20 من أوت الجاري هو 9 من شهر ذي الحجة وهو يوم عرفة. في مشغل آخر، إقبال ضعيف وحركية تبدو عادية بمختلف محلات بيع الملابس الجاهزة، تلك هي أبرز خصوصيات الأسبوع الثاني لموسم التخفيضات الصيفية. كاميرا الأخبار رصدت آراء المواطنين والتجار حول أسباب تواضع الإقبال.
حركية تبدو عادية بمختلف محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية، وإقبال يعتبر ضعيفا وفق عدد كبير من التجار. تلك هي أبرز خصوصيات الأسبوع الثاني لموسم التخفيضات الصيفية. فما شيء يمكن كوز دو العيد معناها على بواب، والسولد موش وقته معناها نورمالمون راهو تعمل بعد العيد مع فما شهري داخلة شوية، ونقولوا ديما الحمد لله. وكا كانت الجمعة الأولى فما إقبال أكثر من الجمعة الثانية بحكم اللي توا عيد جايين العيد وداخلين على الرونتري سكولير، الناس كلها ما عادش يعني قادمة على الإقبال على السولد. وفق عدد من المستهلكين ممن تحدثنا إليهم فإن الأسعار تعتبر مرتفعة ما يفسر ضعف الإقبال. برابور لسوا من المال مع السولد تحس تلقى حاط 50% ولا 40% ولا سوا معناتها نقصت حاجة ديفيرونس صغيرة ياسر. شريتو مش كيما مسلسل نشري قبل، أقل من مسلسل نشري قبل. يقول لك هو كان 250 ولا 204000، فما هو 204000 سوم وراء. كاين حاجات يعني مليحة وجديدة مش راح نقول لك، بصح الأسعار بالنسبة لنا الجزائريين نشوفها شوية غالية شوية. عجبتني بالكدا بالكدا، وأنا عندي ديجا عرس شريت بالكدا وأنا ما زلت باش نشري معناها، والأسوام سهلة. ويبقى الاستعداد لعيد الإضحى والعودة المدرسية عنصرين أساسيين في تواضع الإقبال على التخفيضات الصيفية، تخفيضات يأمل التجار من خلالها أن يرتفع نسق الإقبال على بضائعهم، وخاصة أنها تتواصل على مدى 6 أسابيع من انطلاقها في 2 أوت الجاري. عربيا ودوليا، حكم بالسجن المؤبد أصدرته محكمة مصرية على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في قضية عنف وقعت بعد أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في جويلية سنة 2013 و2000 بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة. وشمل الحكم بالمؤبد عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهم عصام العريان ومحمد البلتاجي والحسين عنتر، كما شمل الداعية صفوة حجازي. وعقبة المحكمة أيضا باسم عودة وزير التموين الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما. في مستجدات الوضع في سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الانفجار الذي هز أمس ريف إدلب إلى 69 قتيلا من بينهم 17 طفلا. وقد جاء الانفجار أمس في مبنى يعتقد أنه يضم مستودع أسلحة بمنطقة سكنية خاضعة للمعارضة السورية غربي سوريا. دبلوماسيا، تحدثت الخارجية الروسية عن مساع روسية حثيثة من أجل عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة، القمة المقررة في المستقبل القريب حسب السلطات الروسية ستجمع زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا. إلى قطاع غزة، حيث تتفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي تفرضه منذ سنة 2007، حيث يواجه مرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي لعلاج الأورام نقصاً في بعض الأدوية ونفاذ بعضها، ما يحول دون تلقيهم العلاج الكيميائي ويهدد حياتهم. هنا في مستشفى الرنتيسي لعلاج الأورام في قطاع غزة تضيق أنفاس العديد من مرضى السرطان الذين تعلق آمالهم في جرعة دواء، دواء منعدم في المستشفى يجعل هذه الآمال معلقة في الهواء، أسرة شاغرة هنا وهناك، وأطباء عاجزون عن تقديم الخدمة اللازمة لتخفيف الآلام، والمرضى ينتظرون علهم يظفرون بالقليل من هذه الجرعة، وبين الموت والحياة يصارعون. نعلن وقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي، وذلك بسبب نفاذ العلاج الكيماوي لهؤلاء المرضى وعقار النيبوجين الذي يساعد في رفع المناعة عند المرضى. حوالي 900 فلسطيني مصاب بمرض السرطان يتلقون العلاج في مستشفى الرنتيسي شهريا، وهم الآن يواجهون أزمة نفاذ أكثر من 80% من العقاقير الطبية اللازمة للعلاج الكيماوي وزيادة مناعة المرضى جراء الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع. كم عندي جرعة، موعدي أخذ جرعة، جيت للدكتور بحكي لي ما فيش جرعة وما فيش إبر مناعة. الشهر اللي فات لما أخذت الجرعة ما كانش في إبر مناعة، اشتريناهم من برا. طيب الشهر هذا قال لي لا في جرعة ولا في مناعة. عدد المرضى الذي يتلقوا العلاج في مستشفى الرنتيسي حوالي 700
مريض للكبار شهريا وحوالي 200 طفل. هذا وضع غير مسبوق، وإضافة كبيرة جدا إلى التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي بشكل كبير جدا. موضوع نقص الأدوية والمستهلكات الطبية موضوع مزمن، ولكن النقص الحد والشديد في علاجات الكيميائية يؤثر بشكل كبير على حياة المئات من المرضى الذين يتلقون العلاج في أقسام السرطان. أزمة إنسانية خالقة يعيش على وقعها قطاع غزة وتتفاقم يوما بعد آخر جراء الحصار الذي يفرضه المحتل الإسرائيلي على القطاع، ويدخل هذه الأيام عامه 11، حصار اعتبرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان شكلا من أشكال العقاب الجماعي. اقتصاديا، سجلت أسهم البنوك الأوروبية الكبرى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو تراجعا مقابل ارتفاع عملة الملاذ الآمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن أزمة الليرة التركية التي سجلت انهيارا إلى مستويات قياسية جراء تصاعد التوتر السياسي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وسط مخاوف دولية من أن تطال أزمة الليرة التركية عملة الدول الناشئة، أثر انهيار العملة التركية مخاوف كبرى داخل منطقة اليورو في ظل تواصل هبوط أسهم البنوك الأوروبية الكبرى التي تزيد قيمة قروضها في تركيا عن 150 مليار دولار، وتراجع اليورو إلى أقل مستوياته منذ 13 شهرا مقابل تعزيز الطلب على العملات التي تعد ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والين الياباني. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف انهيار عملته المحلية بالمؤامرة السياسية التي تستهدف بلاده في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن هو الأسوأ منذ أعوام، وذلك على خلفية احتجاز قس أمريكي في تركيا يواجه تهما بدعم الإرهاب فضلا عن التقارب التركي الإيراني رغم الحصار والعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران. في المقابل لم يفعل خطاب أردوغان الكثير لتهدئة الأسواق، حيث وصلت الليرة التركية طريق الانحدار إلى مستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي، وذلك عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم. ويرى مراقبون أن انهيار الليرة التركية ليس إلا حصارا سياسيا بواجهة اقتصادية تفرضه واشنطن على أنقرة التي أعلنت عزمها الانضمام إلى مجموعة دول بريكس، خاصة وأن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية قرأت مشاركة أردوغان في قمة بريكس الأخيرة على أنها محاولة من أنقرة لإيجاد تحالفات بديلة عن الغرب، كما أن التقارب بين روسيا وتركيا والصين قد يعيد ترتيب الأوراق في القارة الآسيوية. في محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين من كوريا الشمالية والجنوبية يتزعمها كل من وزير الوحدة في كوريا الجنوبية ورئيس لجنة الوحدة في كوريا الشمالية، تمت مناقشة تفاصيل القمة المرتقب عقدها في بيونغ يانغ خلال شهر سبتمبر القادم بين الجانبين. وقال رئيس لجنة الوحدة في كوريا الشمالية إن الجانبين اتفقا على تفاصيل محددة بما يشمل تاريخ عقد القمة دون الإفصاح عنه، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات التي تمنع تطور العلاقات بين الكوريتين كما هو مخطط له، فيما اعتبر وزير الوحدة في كوريا الجنوبية أن القمة المقبلة في بيونغ يانغ ستساعد في تحسين العلاقات عبر الحدود. في أخبار الرياضة، توج نادي برشلونة بلقب السوبر الإسباني في كرة القدم للمرة 13 في تاريخه إثر الفوز على مواطنه إشبيليا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي استضافته مساء أمس مدينة طنجة المغربية، وحملت ثنائية برشلونة توقيع كل من جيرارد بيكي والفرنسي عثمان ديامبيلي، فيما أحرز سرابيا الهدف الوحيد للفريق الأندلسي. في كرة القدم العالمية، توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألمانية على حساب أينتراخت فرانكفورت، وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع ناديه الجديد جوفنتوس الإيطالي، فيما انقاد فاينورد روتردام إلى الهزيمة في مستهل منافسات الدرجة الأولى الهولندية. للمرة السابعة في تاريخه يتوج الزعيم البافاري بايرن ميونخ بلقب السوبر الألماني ليبعث برسالة مضمونة الوصول لمنافسيه بالبوندسليغا، يؤكد من خلالها على أنه سيتابع الهيمنة محليا.
فبقيادة الفني الكرواتي الطموح نيكو كوفاتش النجم السابق للفريق والذي خلف القيدوم يوب هانك صانع الأمجاد في الأمس القريبة، تمكن فريق البافيار من اكتساح أنتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في أمسية كروية شيقة استضافها ملعب الكوميرس بانك أرينا. ولم ينتظر البايرن طويلا ليهز شباك المنافس ليكون الدولي البولوني ليفاندوفسكي على موعد مع الشباك منذ دقيقة 21، مضيفا بعد ذلك هدفين آخرين عبر اللاعب نفسه في الدقيقتين 26 و54، قبل أن يحرز كولن كينغسلي كومان وتياغو ألكانتارا الهدفين 4 و5. وإلى إيطاليا، حيث أحرز النجم البرتغالي الجديد ليوفنتوس كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع فريق السيد العجوز في مواجهة جمعت اليوفي بفريق الشباب، وهي مباراة تقام سنويا قبل انطلاق منافسة الكالتشو. فمنذ دقيقة 8 سارع دون رونالدو إلى معانقة الشباك على طريقته، قبل أن يضيف اليوفي رباعية أخرى عبر كولينو كابوليني خطأ في مرمى فريقه، وباولو ديبالا في مناسبتين، وكلاوديو ماركيزيو في مناسبة وحيدة. توقف بعد ذلك المباراة في الدقيقة 72 عندما اقتحم عدد من مشجعين أرضية الميدان في تقليد ظلت تتبعه منذ سنوات طويلة. أما بالدوري الهولندي الممتاز، فقد استهل فينورد روتردام موسمه الجديد بهزيمة استقرت على هدفين دون مقابل أمام مضيف دي جرافشاب العائد من مصاف نخبة الأندية بعد غياب ناهز العامين. فبتقنية الفيديو التي تستعمل لأول مرة في المسابقة، لم يجد الحكم فان بويكل صعوبة تذكر في إدارة اللقاء الذي انتهى على ثنائية فابيان سيرينس في الدقيقة 31 وستيفان نايلان في الدقيقة 90. إلى أجواء الصيف في تونس، حيث تشهد بعض المناطق في جهات مختلفة من ولاية الجمهورية نقصا كبيرا في أماكن الترفيه حتى أنها تنعدم في بعضها. كاميرا الأخبار تحولت إلى منطقة جديدة التي يرنو الأطفال فيها إلى وجهات ترفيهية تليق بالبعض من أحلامهم. تصحب عنزتها الصغيرة، تلاعبها، تتحدث لها، تتجول معها على حافة الوادي، فهي وسيلة ترفيهها الوحيدة. تتنقل بها رفقة والدها كل عشية هنا، حيث يجلس أطرابها مستمتعين بالمياه والشمس. فهنا عالمهم الذي تتعالى منه ضحكاتهم، مكان اللقاء واللعب والاستمتاع، حتى أن الوادي أصبح بحرا في نظر البعض منهم. الوادي ذي عبارة البحر متاعنا، نحن نجيو لهنا يما نصطادوا، نبقوا نكوروا لهنا شوي، معناها نطيروا القلق خاطر ما عندناش معناها بلايص وين نمشوا، مقصرين معنا شوي. في شنو مقصرين؟ في الترفيه، معناها هذا حق من حقوقنا. اي وهما ماهمش قايمين بالواجب معانا. عديت في الصيف في الدار. ما مشيت لحتى بلاصة؟ والله اولاد حومه ساعات نتلموا نقعدوا نكوروا فوق القنطره، ساعات كوري تسطحوا لنا في الواد يهزهم الماء. ننقوا كيك ساعات نلعبوا غميزه. ما تلقاش معناتها وين تقعد تتفرج، تطلع نطلعوا ديما غادي تلو هذيك. ما عندكمش وين تمشي وين تدور؟ فماش حتى شيء، لا منتزه لا ملاعب لا حتى شيء. مرات انا نقول علاش حومتنا مش كيف ماهيش كيف الحمايات الأخرى الراقية الأخرى، حس ساعات نبدأ محروم من كل شيء. حرمان ضاقت عبره خيارات الترفيه أمامهم لتختزل أحلامهم في أشياء قد تظهر صغيرة لكنها كبيرة في أعينهم. أنا ما نحب كنتي راش نلعبوا فيها كهو، يولي عنا منتزهات وملاعب. هكذا هي أحلامهم، صغيرة التكاليف كبيرة المعنى. فهم هنا وغيرهم كثير ربما ممن يصنعون من الحرمان فرحة. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. التونسيون يحتفون بعيد المرأة، ورئيس الدولة يعلن في موكب رسمي اقتراح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد في التنفيذ. في الأسبوع الثاني من التخفيضات الصيفية، تسجيل تراجع في الإقبال على المنتوجات المعروضة والتزامن مع عيد الأضحى أحد الأسباب. أسهم البنوك الأوروبية الكبرى تسجل تراجعاً وسط تصاعد المخاوف بشأن أزمة الليرة التركية التي سجلت انهياراً إلى مستويات قياسية.
وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.